كذا بالشكل ذا. انا هوا مرحبا اللهم وسهلا بالجميع انضم الينا وسينضم ايضا ضيوف الفترة المسائية، ضيوف الفترة اللي من الساعة الواحدة الى الساعة الرابعة ان شاء الله رحلة، لكن ان شاء الله ستكون رحلة ماتعة. انضم الينا الشيخ عبد الله السبيعي ابو حور، مرحبا اللهم وسهلا. الله يبارك فيك، حياك يا مرحبا اللهم وسهلا. يا مرحبا يا مرحبا بك ونورتنا، والمحاور كثيرة، لكن قبل المحاور نقول لا تعبت وبيض الله وجهك على إجابة الدعوة. المايك ميوت دقيقة. ايوه ميوت يعني صامت دقيقة فقط. الآن مضبوط صح؟ ممتاز. طيب معنا الشيخ عبد الله السبيعي ابو حور، حياك الله وبياك. اللي قلنا نحن نرحب بك لإجابتك الدعوة ونقول بيض الله وجهك على الحضور. الله يبارك فيك، وانا والله لي الشرف الكبير والعظيم بعد الله سبحانه وتعالى، واشكركم على حسن الضيافة والاستضافة كذلك، الله يبارك فيكم. يا مرحبا اللهم وسهلا، حياك الله. ابو حور المحاور يعني كثير، لكن احنا بنخلي الحديث يعني اريحي علشان ايضا المتابع يكون القبول والتلقي يكون يعني على افضل وجه، لان دائما الحديث العادي والحديث اللي على شكل مجلس و نعم وواقع يصير يعني نعم قريب صحيح للقلب. ها نعم صحيح، وانتم المحامين وافين في كلش، الله حتى عباراتكم احيانا تصير صعبه، فنبي نبسط الامور للمتابعين والمشاهدين. ممتاز. اول شيء الله يحييكم مره ثانيه ويحيي المشاهدين الكرام كذلك، واشكر الطاقم على هذا على هذه الاستضافه. الامر الثاني، المحاماه مهنه عظيمه بعد الله سبحانه وتعالى، ومهنه شريفه، هذا حتى منصوص عليها في القران الكريم، ولا تكن للخائنين خصيمه. الامر الثاني مدافع عن المظلوم كذلك، ففيه اجراءات في نفس النظام، الا وهي عن طريق طال عمرك المحاكم المختصه. جميل. واختصاصاتها ورفع الدعوه كيف طريقتها. حلو. ما لو نجي الان على المحكمه، محكمه ديوان المظالم، الان في اشكاليات الان تقع كثيره في طريقه رفع الدعوه فيها. يعني الان عندنا من الناس الان يجهل طريقه رفع الدعوه، عندك الان هي مختصه بالقضايا العسكريه والقضايا المدنيه، ففي هناك مدد نظاميه محصوره، يعني اذا تعديت المده هذه ما تقبل الدعوه فيها نهائيا. يعني الان انت تتظلم الان للجهه الاداريه، عندك الجهه العسكريه مثلا. جميل. والطالب الان بالحقوق، حقوق الماليه او حقوق التقاعد كذلك، فعندك الان طريقه اللي هي التظلم لجهه الاداره، تظلم لجهه الاداره، ترفع خطاب لجهه الاداره وتنتظر مده 60 يوم حتى ياتي الرد عليها. دقيقه بس يا ابو حور، احنا نستقبل الان راشد السبيعي. اهلا وسهلا. المايك مضبوط، حياك الله. يلا حيا، مرحبا اللهم وسهلا. يلا حيا منشدنا، حياك الله وبياك. ايوه دقيقه فقط من وقتك، والله ما بسيطه، انت مدري كيف ركبت، لكن تركيبه احترافيه. والله ما ادري يا رجال، انت وافي استرح. هذا شيخ، تعال هناك، تعال هناك زودي. يلا مشكلة. يا مرحبا. يا مرحبا. يا مرحبا بالجميع. يا مرحبا بالجميع. تفضل يا ابو حور. طعن عليك. اسلم يا ابو حور، اسلم. الان مده 60 يوم عندك التظلم للجهه العسكريه. الان عندك الان المده هذه 60 يوم، لما ترفع انت الخطاب الان للجهه الاداريه العسكريه، الان معك من تاريخ رفعك 60 يوم. ال 60 يوم هذه الزاميه عليك، وجوبيه اصلا، الاصل فيها الوجوب، انك لابد تتظلم 60 يوم. طيب تنتظر الان 60 يوم، لما تنتظر 60 يوم الان تشوف رد جهه الاداره وش يكون ردها. جميل. اما رد ايجابي او رد سلبي. وش هو الرد الايجابي؟ وش هو الرد السلبي؟ الرد الايجابي انها تقول ايش جهه الاداره، خلاص حقوقك هاك اياها، استلمها خلاص بنحولها وينتهي موضوعك. لكن نجي الان الرد السلبي. الرد السلبي على شقين، اما رد سلبي بالسكوت، انهم يسكتون، جهه الاداره مده 60 يوم هذه.
أو يكون رد إيجابي أو يكون سلبي بخطاب آخر إن ما إنك ما تستحق الحاجة الفلانية أو علاوة الخطر أو البدل عدوى وما إلى ذلك من البدلات اللي هي العسكرية. حلو. خلاص الآن أنا عندي الآن جاني الآن الخطاب خلال 60 يوم جهة الإدارة مو زمنة ترد علي، ردت بالخطاب هذا الآن إن مالك أي حاجة خلال 60 يوم. بعد 60 يوم مش أسوي الآن؟ أرفعها مباشرة إلى المحكمة ديوان المظالم المحكمة الإدارية. طيب مثلا نقول مثلا ما ردوا نهائيا لا خطاب ولا غيره، وش الحل؟ خلاص أنت 60 يوم أرفع مباشرة إلى المحكمة الإدارية، يسمى الآن خطاب تظلم، تظلم للجهة الإدارية، وهذا وجوبي. عندك 60 يوم خلاص خلصت، ترفعه وين؟ المحكمة الإدارية، ويأخذ مجراه. لأن كثير الآن وملاحظها أنا صراحة لما يرفع الآن الدعوة بدون ما يتظلم أيه؟ أمر طبيعي أن المحكمة الإدارية بترد عليهم، فيه نواقص وفي خطوات لها تقريبا حوالي 15 خطوة لرفع الدعوة. فلما يردون عليها الآن فيه إشكالية الآن عندك، فلما تجيه الإشكالية الآن يقرأها يقولون مثلا خطاب التظلم أين مثلا، هو ما تظلم ولا يعرف الإجراء هذا نهائيا، ما يعرف الإجراء هذا، ومكتوب تظلم للجهة الإدارية، لابد أنك ترسل الخطاب هذا، ترفق الخطاب، هو ما أرفقه كذا بتعطل شغله ولا هي مقبولة نهائيا، حتى لأن إلكترونيا أصلا ما هي مقبولة بتحفظ. فهذه الإشكاليات الآن اللي نعاني منها، الأفضل أنها يا أنها ترتفع من مختص أو أنه يعرف طريقة التظلم. طيب نجي الآن للجهة الحكومية، الجهة العسكرية انتهنا منها، يتظلم ويأخذ معها القرار حق التظلم الآن جهة إدارته، وينطر 60 يوم، بعدها ما جه رد خلاص يرفعها للمحكمة مباشرة. نجي الآن للجهة الحكومية اللي هي أهم صراحة. الجهة الحكومية الآن لما ترفع أنت لها خطاب التظلم اللي هي الجهة الإدارية. جميل. جهة إدارية وليست عسكرية، عسكرية خلصنا منها. خلصنا من العسكرية. أيوة. سواء ضباط أو أفراد. نجي الآن للجهة الحكومية اللي هي المدنية. هي نفس إجراءات الجهة العسكرية، ولكن هناك نقطة مهمة وأحب أركز عليها بقوة. قد تكون هناك لجان مشكلة في نفس هذه الجهة الإدارية، الجهة الحكومية، هي جهة مدنية. فأنت هنا ما تتظلم على طول وترفعها للمحكمة، لا تتظلم إلى اللجنة أول شيء. تتظلم إلى اللجنة، الآن إلى اللجنة. وتصير ترافع في اللجنة. ترافع في اللجنة، طالب أنت بحقك بكل حاجة باللي أنت تبغاه. تصدر الآن اللجنة قرار إما بالقبول أو رد طلبك. القرار هذا لما يصدر الآن بعدم القبول، بعدم القبول مباشرة ترفعه وين؟ المحكمة الإدارية لإلغاء القرار، لإلغاء القرار. وكذلك حتى على القطاع العسكري إذا بغيت تطلب إلغاء قرار ترفع نفس الطريقة الأولى اللي هو إلغاء القرار الإداري الصادر الآن. فنفسها نفس القضية فيش فالقطاع المدني، تطلب أنت الآن إلغاء قرار اللجنة المشكلة هذه. لما تطلب إلغاء قرارها معك 60 يوم، خلاص تطلب إلغاء قرارها وترفعه وين؟ للمحكمة الإدارية، ويمشي مجراه ويأخذ مجراه. الحكم بعد الله سبحانه وتعالى أنت صاحب الفضيلة لما ينظر إلى القضية وينظر إلى حيثياتها وينظر إلى أدلتها الشرعية والنظامية يحكم فيها إما بإلغاء القرار أو بتأييد القرار. هذه ما يخص الجهة نظام ديوان المظالم في القطاع العسكري والقطاع الإداري المدني. الإداري والمدني بشكل عام. في عندنا نقطة أخرى أنا ما ودي حتى أغير على لا الوقت معنا 3 ساعات ما هي مشكلة. عندنا الآن نجي الآن إلى القضايا الجنائية بشكل عام، بشكل عام وليس بشكل خاص، بشكل عام. يجي الآن الرجل الآن واحد اعتدى عليه الآن اعتداء مثلا بالضرب وطعنه الآن وصار فيها طعن وما إلى ذلك ومشاجرة مباشرة، يبلغ مين؟ مركز الشرطة. طبعا هو أكيد بيروح المستشفى عشان يأخذ تقرير عليها. لما يروح مركز الشرطة يبلغ على من؟ على اللي ضربه.
يا سلام عليك. بعد ما يبلغ الآن خلاص نفس مركز الشرطة شو يسوي؟ يستدعي من المدعى عليه. أيه. هذا أنا اللي مضروب الآن، أنا بروح المستشفى وأخذ إجراءي وأخذ معي التقرير الطبي. تسمع الآن المركز الشرطة أقوال من المتهم، ثم تحيله إلى النيابة. النيابة. نعم. النيابة هنا تنظر إلى الجريمة هذه. هذه مجريات الدعوة الجنائية الآن. مجريات الدعوة الجنائية وباختصار. وصلت إلى النيابة الآن. المحقق الآن يتحقق من الأدلة المنسوبة والموصولة إلى من؟ للمتهم. إذا كانت مثلا الجراح والإصابات التقرير الطبي يقول فيها أنه والله إصابته هذه وجرحه هذا مدة الشفاء فيه أكثر من 21 يوم، فهذه من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف مباشرة، يوقف المتهم. هذا حق إيش؟ حق عام الآن. أيه. ما لنا علاقة في الحق الخاص. وصلت النيابة الآن خلاص توقف المتهم الآن، وأنا الآن متضرر، أنا الآن المجني عليها الآن متضرر وأبي أطالب حق الآن. الحق العام مالك أي علاقة فيه، هو يأخذ مجراه. لأن كثير الآن يجوني ويسألوني الآن طيب الحق العام وش يصير فيه؟ وش الحل فيها الآن؟ أنا سويت كذا وطالبت كذا، لكن للأسف الشديد ما شفت أن القضية تحركت، ما شفت أن القضية مشت. أقول له ابن حلال إذا هي حق عام ما لك علاقة فيها، خلاص تقريبا لا يقبل النقاش فيها. أي خلاص هذه حق عام للنهابة، خلاص ما لك علاقة فيها. أنت الآن بنفسك تطالب بالحق الخاص. الخاص أيه؟ اللي هو بموجب التقرير الطبي. السلام ورحمة الله. هناك المايكات يا أبو، المايكات هناك شيخ بدر. تقدم بعد شوي، وصلت واصل البعير الطلحة بس. إيه؟ تفضل يا أبو حور. زاد فضلك. فالآن وصلنا عند أنا المضروب، أنا الآن أبي الحق الخاص. ممتاز. إيه؟ يا سلام عليك. إيه؟ نفرض فرضيا مطعون مثلا، أي ما هي مشكلة، ممشوخ مسخ، وصلت عند النيابة والنيابة وجهت التهمة على غريمك ذا. أي غريمك المدعى عليه. مضبوط. وجهت التهمة، توجيه التهمة لا يعني الإدانة. توجيه التهمة لا يعني الإدانة، لأن الإدانة كلها عند من؟ عند أصحاب الفضيلة. لما ينظرون إلى القضية وينظرون إلى الأدلة الشرعية والنظامية خلاص هنا يحكمون فيها. لكن النيابة العامة وش تسوي؟ المحقق يوجه فقط التهمة، توجهت التهمة بكذا 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 بكذا، واحد اثنين ثلاثة، انتهانا انتهانا. بعدها الآن نجي للحق الخاص. الحق العام خلاص ما لنا علاقة فيه، يأخذ مجراه وينتهي موضوعه. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فضيلة الشيخ. يا مرحبا مرحبا بالشيخ بدر. نجي الآن عند الحق الخاص. الحق الخاص له شقين، للشقين فيه مطالبة بالتعويض وفيه مطالبة بالتعزير. المحكمة الجزائية ما لها علاقة في التعويض. المحكمة الجزائية ما لها علاقة في التعويض، لأنها كلها جزاءات. فالبعض الآن يبي يرفع الآن دعوة جزائية بالتعويض، يرفعها وين؟ المحكمة الجزائية. المحكمة الجزائية ما هي مختصة. التعويض عند من؟ عند المحكمة العامة. زين. الأمر الثاني التعزير، بتطالب أنت بتعزير خلاص ترفعها وين؟ المحكمة الجزائية وتأخذ مجراها. أنت عاد هنا تقنن العقوبة إذا أنت تمكن فيها مثلا محامي ولا وكيل للدرجة الرابعة، خلاص تمشي مجراها وتأخذ مجراها. ولا يعني لازم يقدم على المحكمتين ولا كل من الشرطة كل محكمة ما فيها أي مشكلة، هاي دعوة، هذه دعوة الآن. بس هو لازم يقدم على المحكمتين ولا كل خلاص تأخذ مجراها المحامي. هذه تعزير أنت الآن المحكمة الجزائية ولا العامة؟ المحكمة الجزائية أنت الآن تطلب تعزير الرجل هذا اللي يرتدى عليك. طيب عرفت، خلاص تاخذ مجراها، الطالب انت بتعزيره خلاص. اي نعم. المحكمه العامه، المحكمه العامه لا تعويض، بس اطالب انا فيه ولا هو تلقائي من الشرطه؟ لا انت ترفعها، ترفعها انت غير القضيه ذيك. اي نعم. لان هذه حق خاص لك انت. من يقدم عليه؟ ابا عن طريق المحكمه مباشره. عن طريق ناجز، عن طريق، لا اقصد يعني تقديم يكون على المحكمه ولا يرجع مره الشرطه ويقدم فيها؟ لا 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 ابد عادي. اي سمي ابوي، خذ راحتك، سولف مع ايه. لا عادي يرفع للمحكمة العامة يطالب بالتعويض فيها مباشرة، عادي ما عندها مشكلة. نعم، لأن البعض يجهل كل شيء ترفعه أنت بنفسك. صحيح. إيه أنت بغيت إن شئت أن ترفعها أو وكيلك للدرجة
الرابعة أو توكل المحامي فيها أو أنت بنفسك تباشر، هذا شيء راجع لك. هذا بخصوص الدعاوى الجنائية، لأن كثير الآن يخطئ فيها خطأ كبير ويقول الآن أنا قضيتي توقفت، أنا قضيتي ما مشت. أحيان حتى القضية تكون غير موجبة للتوقيف تحفظ في النيابة. نعم. وهذه نقطة مهمة جدا، تحفظ القضية وين؟ عند النيابة. ليه؟ لأن المنظم قال لك أنت حق يا المحقق إذا رأيت أن الأدلة غير كافية تحفظ القضية. الأدلة الآن غير كافية أنها توجه للمتهم هذا فتحفظ وين؟ عند النيابة. أنت الآن طيب بتطالب حقك الخاص أيضا كذلك، بتطالب تعزيره كذلك، يطلب عليك النظام رقم الحفظ. أي. يطلب عليك رقم الحفظ حق إيش؟ النيابة. نعم. أمر النيابة، أمر حفظ النيابة. فلازم أنت ملزم أنك تجيب رقم الحفظ هذا وترفقه في القضية وتأخذ مجراها القضية. هذا بخصوص الدعاوى الجزائية. إذن يا أبو حور نحن نخلص إلى أن مثل هذه الأمور يكثر اللبس فيها. جميل. والمفترض أن الإنسان يسأل. نعم. قبل كل شيء، وخصوصا المحامين الآن ما شاء الله تبارك الله في وفرة في المحامين. نعم. ما شاء الله تبارك الله. ولا أنتم تبخلون حتى ببدال استشارات للقضايا ولا المتابعين. نعم. والمشاهدين. على فكرة على طريق السيارات عندك متصفح ولا صفحة ولا في وسائل التواصل؟ اي عندي عندي في تويتر. في شيء في تويتر فيه موجود وفيه التيك توك. وانت متواجد يا شيخ؟ اي نعم متواجد فيه. متواجد يعني. نعم. ترد على اللي بيسأل؟ اي نعم الحمد لله. جميل. اسوي بث في التيك توك الحمد لله. وتبث في التيك توك ايضا؟ التيك توك ابث فيه الحمد لله. جميل جدا. اي نعم الحمد لله. بناخذ حساباتك؟ ابد. نعرضها ايضا على الشاشه بعد اذنك؟ ابد. على خير ان شاء الله. لكن خلوني ارحب باسمكم وباسم